ادي وصفه اولى م. وعامل اكتر من وصفه، يعني انا عامل اربع وصفات لطهارات الجسم والبطن والارداف. ليه؟ لان انت ممكن تكون مش عارفه تعملي دي او دي صعبه عليكي، فانا الوصفه الاولانيه ده انا بقول يا جماعه وصفات ترهلات الجسم والارداف. يعني اكتر من وصفه في بالظبط، الكتاب. ترمس مطحون ولبن وخل تفاح وميه ورد اخلطهم على بعضهم احطهم على المكان والفهم كله هيتلف بالستريتش، ده واحد. اوكي. اتنين، زيت الياسمين وزيت القرنفل تخلطهم على بعض وتدهنهم برضو على الاماكن المترهله، ده للترهلات. زيت القرنفل وزيت الياسمين. وصفة ثلاثة، فنجان من زيت الثرو 20 نقطة زيت زنجبيل، ويندهن برضو البطن والأرداف ويتلبس شورت الأرداف والبطن هيتلف بالاسترتش. وصفة ثالثة، في 100 جرام بذور رجلة، دي الوصفة اللي هي بقى عشبية، 100 جرام كابلي، 100 جرام بردقوش، 50 جرام خردل، و50 جرام سيناميك، تخلطوا مع بعض وتاخد معلقة على كوباية مية مغلية وتسيبه 3 مرات بعد الأكل، قبل الأكل. سوري، وقلنا قبل كده إن اللي كسلان او ما عندوش وقت ان هو يقعد يحط المكونات عندي. دي المواصفات موجوده طبعا، برافو عليك. برافو وللحصول عليك. على المنتجات 16022.